كل فرد يولد في مجتمع له لغته وفنونه وتراثه. اللغة أهم وسيلة للتواصل بين أفراد المجتمع العربي، أكثر اللغات انتشاراً في العالم. يتحدثها أكثر من 400 مليون نسمة، ويتوزع متحدثوها في أكثر من 23 بلداً. اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة، نزل القرآن الكريم بهذه اللغة الشريفة. ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى إلا بإتقان من كلماتها. والآن تستطيع أن تعلم اللغة العربية في أولدم، فخذ هذه الفرصة وابدأ هذه الرحلة معنا.